بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الطيب النوراني وفيديو جديد ومع الدرس الرابع في سلسلة التميز في الكيمياء لطلاب الشهادة السودانية 2021. وزي ما عارفين انه درسنا 3 دروس، واليوم ان شاء الله هنغطي الدرس الرابع. هنغطي فيه شيئين فقط اللي هما الألكينات والألكاينات. وأنا رفعت عليكم مكان التمرين الأول والثاني، واليوم حرفع عليكم التمرين الثالث. تلقوه في صندوق الوصف وتلقوا رابط الزوم للحصص أو الدروس، بنعملها يوم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 11:30 ظهرا، يعني صباح. بالصباح إن شاء الله حيكون المحاضرة أو الحصة أو الدرس، حيكون الساعة 11:30. وزعوا الرابط لأكبر عدد من الناس، حلوا التمارين، خلوكم معانا وتابعوا. اليوم حنغطي الألكينات والألكاينات، وهو الدرس الرابع في سلسلة التميز في الكيمياء لطلاب الشهادة السودانية. إذا كان ما اشتركت في القناة حتى الآن، حاول اشترك عشان يصلك كل جديد وكل مفيد. وإن شاء الله الرابط للتمارين تلقوه موجود، وفعل كمان جرس التنبيهات عشان يصلك طوال تنبيه بالمحاضرة وتنبيه بكل ما نزل جديد في القناة. وإذا كان عجبك الفيديو أعمل لايك، وإذا كان شاركته مع الآخرين بيكون أفضل، لأن تعم الفائدة لكل الناس. وإن شاء الله عايزكم تعلقوا تقترحوا، وإن شاء الله حنلتقي في الدرس الخامس يوم الثلاثاء الساعة 11:30 صباحا. حاولوا تابعوا معنا، حاولوا حلوا التمارين، حاولوا واقبوا مع القناة، عسى ولعل إن شاء الله يكون فيها المفيد. وما تنسونا من صالح الدعاء، ويلا خلونا نمشي للدرس الرابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أروى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ كيف اشتغلت في الاختبار؟ الحمد لله. بس تعلم واحد بس. الحمد لله. كويس جدا، ربنا يوفقكم ان شاء الله. لينا الان المعايير الثانيه دي. لينا محمد. ايوه. الله يحفظك يا بنتي وربنا يوفقكم ان شاء الله. نبدا يا شباب على طول ان شاء الله. انا رفعت لكم تمارين في اليوتيوب، ما أعرف دخلتوا عليها ولا ما دخلتوا عليها. أستاذ حللت التمرين الأول، الثاني حلو بعد شوية. أيوة. لينا دخلت على التمارين؟ أستاذ أنا حسي أروى رسلت لي الرابط فما أعرف يعني. تمام. أرسل لك هسه. تمام. الرابط موجود في اليوتيوب، إذا كان دخلتوا على شاهدتوا المحاضرة. والتمارين أنا بجيبها من الشهادة السودانية، يعني حصلت على الامتحانات الشهادة السودانية من 2003 إلى 2019 كلها نزلتها عندي، وبدأت أنزل منها الأسئلة، بنزل لكم كل يوم تمرين، كل محاضرة معها تمرين إن شاء الله. إن شاء الله. طيب نبدأ إن شاء الله مباشرة يا شباب. وبالنسبة أخذنا ثلاثة حصص الحين أو ثلاثة دروس. الدرس الأول أخذنا فيه كان تكلمنا على مدخل الكيمياء العضوية وعرفناها، وعرفنا نظرية القوى الحيوية وتحضير اليوريا بواسطة العالم الألماني فريدريك فوهلر، كان سنة 1828، واللي هي دي تحضر نظرية الحيوية نظرية القوى الحيوية. وعرفنا المركبات العضوية، ده في الدرس الأول وتنلقاه في اليوتيوب إذا كان دخلتوا عليه. تاني الدرس الثاني تكلمنا على تسمية المركبات العضوية اللي هي بنظام الأيوباك، اللي هو International Union for H4 تمثل مركبين. طيب البنتين كذلك اثنين، بنتين واحد وبنتين اثنين. طيب الإيثين، نبدأ ندرس الإيثين بالتفصيل زي ما درسنا الميثان. طيب الإيثين صيغته الجزئية C2H2، صيغته البنائية هنا تلقى ناقصة، هنا في رابطة ثنائية، صح يا شباب؟
إذا كان الكتاب نزلتوه ايوه تلقوا فيه رابطة ثنائية، كيف نحضره من المعمل؟ لاحظوا إحنا عايزين رابطة ثنائية هنا. إذا كان عايزين رابطة ثنائية عندنا ده كحول أولي، الإيثانول كحول أولي، يعني زمرة الهيدروكسيل مرتبطة بذرة كربون طرفية. إذا كان نزعنا الماء، إذا كان نزعنا الماء، الماء هي عبارة عن شنو؟ H2O، أخذنا من هنا H وأخذنا الـ OH، صار عندنا CH2، صار عندنا CH2، وبننزع الماء بإيش يا شباب؟ بحمض الكبريتيك المركز concentrated sulfuric acid، صح؟ هذا هو حمض الكبريتيك المركز، الصيغة بتاعته، صح يا شباب؟ Yes. أيوة. تمام، ممتاز جدا. طيب لاحظتوا حمض الكبريتيك المركز ده نلقاه في بطاريات السيارات، نلقاه في العربات، تعرفوا مويه النار، يقول لك شوهوا أيوة. بمويه نار، حرقوا بمويه نار، صح ولا خطأ؟ أيوة صح. أيوة. يلا مويه النار تعمل ايش؟ تنتزع الماء من تحت الجلد اللي هي زان، او اللي هو حمض الكبريتيك المركز. عشان كده حمض الكبريتيك المركز هو عامل لنزع الماء من المركبات، عشان كده نستخدمه كعامل مساعد في هذا التفاعل. ودرجة الحرارة كم؟ 170. 70. أي لاحظوا إذا كان صب على جسمك حمض الكبريتيك يحرق، ليش يحرق؟ لأنه الماء موجودة تحت الجلد، هو ينزع الماء من تحت الجلد وياخذ معاه الجلد. عشان كده نتذكر إنه تحضير الإيثيلين أو الإيثين يحضر من الكحولات الأولية بانتزاع الماء بواسطة حمض الكبريتيك المركز في درجة حرارة 170، وده نسميه في التفاعل ده تفاعل انتزاع water removal. تمام، ونكتب المعادلة ونحفظها تجيكم في الاختبار، تكررت في امتحانات الشهادة السودانية أكثر من مرة، أنا رصدتها 8 مرات تكررت هذه المعادلة. طيب الخواص الفيزيائية، عديم اللون حلو الطعم. طبعا الخواص الفيزيائية يا شباب هي الخواص الطبيعية الموجودة في المركب أصلا، يعني بطبيعته اللون، الرائحة، الشكل، تمام، الكثافة، الحالة، حالات المادة، هل هو سائل ولا غاز ولا صلب، هذه نسميها الخواص الفيزيائية. نسميها إيش يا شباب؟ خواص فيزيائية. الخواص الفيزيائية. ممتاز، اللي هي خواص طبيعية. كلمة الفيزياء كان أول كتاب الفيزياء يسموه كتاب الطبيعة، كان يسموه إيش يا شباب؟ كتاب الطبيعة، لأنه بندرس طبيعة الأشياء كما هي، الظواهر الطبيعية، الكهرباء، الضوء، الحرارة، هذه هي الفيزياء، كذلك الخواص الفيزيائية. لاحظ هنا تكلم عن إيش؟ عديم اللون، اللون خاصية فيزيائية، الطعم خاصية فيزيائية، الذوبانية، يذوب في الماء لكن أسرع ذوبانا في المذيبات العضوية. لاحظوا العضوية. إحنا ما بنقول كل المركبات العضوية لا تذوب في الماء، لكن ممكن شنو تكون بطيئة في الذوبان في الماء، لكن في المذيبات العضوية ما عطني، عايز أمثلة للمذيبات العضوية. لينا مذيب عضوي واحد يا البنزين. بنتي، البنزين. ممتاز. أروى مذيب عضوي واحد، مذيب عضوي يا أروى، معانا ولا مشيتي تشرب الشاي والقهوة؟ ما تسمعوني؟ لا، مذيب عضوي. الكحول. كحول، ممتاز. الكحول عندنا، الكحول وعندكم شيء أستاذ مشهور عندك كابوكسيل؟ ممكن، لكن عندكم الأسيتون تعرفوه جيدا، صح؟ أيوة الأسيتون المناكير الأسيتون نزيل به أستاذ، المناكير، وكمان الإيثر والكلوروفورم الإيثر، صح؟ أيوة. إذا دي والكلوروفورم، نتذكر يا شباب أمثلة للمذيبات العضوية ونكتبها في الدفتر، نكتب أمثلة للمذيبات العضوية، نكتب 4 5 نحفظهم ونتذكرهم عشان مكررة في اختبارات الشهادة السودانية. طيب نقطة الانصهار، لاحظوا لنقطة الانصهار، وهنا عندنا ناقص ما موجودة لأنه أصلا هو غاز، لاحظتوا هو إيش يا شباب؟ غاز. ما هو الانصهار؟ melting point، يعني التحول من ايش ليش؟ من الصلب إلى السائل، من تمام، سائل هو سائل. اصلا غاز، صح ولا خطا؟ اذا نقلل الحراره، نقلل الحراره عشان نحول الى سائل،
ونقليله اكتر عشان نحوله ليش يا شباب صلب. فهمتوا علي؟ اذا احنا ما بنسخنه، بنبرده. وده ان ننتبه كلمه انصهار ما نتذكر الحديد فقط، لانه احنا نتذكر الانصهار يعني التسخين، لا ما تسخين. الانصهار هو التحول من الحاله الصلبه للحاله السائله، والغليان هو التحول من الحاله السائله للحاله الغازيه. طيب اذا كان اصلا عندي غاز، اصلا هو في حاله غازيه، لابد ابرده عشان ارجع للحاله السائله. لاحظوا للغليان بناقص 103، لاحظتوا؟ لانه انا بنقص عشان احوله للسائل، وبعد ما احوله للسائل انقص كمان، اجمد. انا الحين اجمد فيه زي الماء، الماء سائله صح؟ اذا كان عايز احوله لدرجه الانصهار، دار احوله لدرجه اللي هو التجمد، ببرد. تمام؟ قابل للاساله بالضغط والتبريد. ما هي الاساله؟ نحوله الى ايش يا بناتي؟ الاساله ليكويد. ليكويفيكيشن يعني نسميها بالانجليزي ليكويفيكيشن، اللي هو جاي من ليكويد. تمام يا شباب؟ اذا بالضغط والتبريد. خلوا بالكم، كل ما زدنا درجه الحراره تحركت الجزيئات والمركبات وابتعدت من بعضها البعض، وكل ما بردنا بدت ماشيه قريب من بعض. ولاحظوا تبريد ومعاه ضغط، تبريد مع الضغط نقرب الجزيئات وتتحول من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة. وعندنا يا شباب شيء مشهور جدا جدا بنسميه دراي آيس. دراي آيس، إيش الدراي آيس بالعربي؟ ترجمة، عايزين ترجمة سريع. دراي آيس زي آيس كريم. ما كلمة دراي معناتها إيش يا بنادي؟ إنه الثلج رطب أو ثلج. لا ما رطب، صح. ثلج إيش؟ دراي إيش يا بنتي؟ طري طري. الثلج. لا دراي جاف. جاف أو الجاف يا أستاذ. إيه الثلج الجاف. ما هو الثلج الجاف يا بناتي؟ بيكون مبرد شديد يعني لدرجات. لاحظ ما فيه ماء خالص. أستاذ. أيوة. اللي هو البروسيس حق السبليميشن من غاز لسوليد. لا 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 نتكلم عن دراي آيس. هذا هو الدراي آيس. تي أو تو. اللي هو إيش ده؟ ثاني أكسيد الكربون. لكن في شكل ثلج. ولاحظ نقول عليه ثلج جاف ليش؟ لأنه إذا كان الحين ذاب هل يطلع ماء؟ لا حيطلع بخار أو يطلع غاز. غاز ثاني أكسيد الكربون. صح ولا خطأ يا بناتي؟ ايوه صح. عشان كده ننقل فيه العينات الطبيه، لانه اذا كان نقلناه في الثلج العادي، الثلج العادي من يذوب يتحول الى ماء، والماء رطبه اللي هو ده الويت ايس اللي هو رطب. طيب اذا كان نحن واضعين عينه بتاع الدم او ناقلين قلب دارين ننقله لمريض او عضو، لازم نحتفظ عليه كما هو في بارد جدا جدا جدا. وإذا نحول ثاني أكسيد الكربون من غاز إلى ثلج، ويسمى الثلج الجاف، ومشهور جدا في نقل إيش يا شباب؟ نقل العينات الطبية. دراي آيس اكتبوها عندكم. طيب كذلك الإيثيلين، الإيثيلين يا شباب كذلك ممكن نحوله إلى غاز، إلى ثلج، نحوله إلى ثلج قابل للإسالة، نحوله إلى سائل سوري، بالضغط وإيش؟ والتبريد. طيب خواصه الكيميائية، خواصه الفيزيائية، خواص طبيعية. الخواص الكيميائية هي ما يخص التفاعلات، وهي دائما مرتبطة بعدد الإلكترونات التكافؤ في المدار الخارجي ونشاطه الكيميائي وتفاعله وتحضيره كده. دي هذه هي إيش؟ الخواص الكيميائية. أول شيء الاحتراق. أو مرحبا. بس ممكن تشرح حق الدراي آيس مرة ثانية؟ يعني كيف بيحصل البروسيس حقها؟ الدراي آيس إذا كان عندنا أي حالة إذا كان غاز أو سائل أو صلب نحولها من الحالة إلى أخرى. طيب الآن إحنا عندنا ثاني أكسيد الكربون في أي حالة من الحالات يا بناتي؟ غاز. غاز. طيب غاز إذا كان عايز أحوله لسائل إيش أعمل؟ أبرد وأضغط. أيوة الكوندنسيشن. نزيد الضغط ونقلل درجة الحرارة.
كل ما زدنا الضغط وقللنا درجة الحرارة نحول من الغاز إلى السائل إلى صلب. طيب إذا ضغطنا وقللنا درجة الحرارة، ضغطنا وقللنا درجة الحرارة، ضغطنا وقللنا درجة الحرارة إلى أن تحول إلى ثلج ويحفظ بارد كثلج، وإذا نضع فيه المادة. الآن فائدته إيش؟ لأنه إذا كان مثلا ذاب الثلج، الثلج حيذوب، لأنه حننقله في طائرة، ننقله في شاحنة، ننقله في قطار من مكان إلى مكان، من بيت لبيت، من مستشفى لمستشفى. إذا خلاص بمجرد ما ساعتين 4 ساعات 10 ساعات بدأ يذوب. الفائدة إنه لما يذوب ما حيتحول إلى ماء، حيتحول إلى غاز ويتصاعد وما يأثر على المادة المبردة فيه. تمام؟ أيوة مفهوم يا شباب؟ طيب. طيب الاحتراق، خلوا بالكم معي في الاحتراق. عندما نقول الاحتراق تذكر مباشرة الأكسجين. الآن إذا كان أنت في البيت بتعمل في تطبخ، لابد تخلي عندك مكان يدخل منه الأكسجين. إيش؟ لأنه يطلع الغاز ويتحد مع الأكسجين ويشتعل نشعله بالكبريت بالقداحة. تمام يا شباب؟ إذا الاحتراق هو التفاعل في وجود الأكسجين. الاحتراق هو يحترق في الهواء، الهواء بنقصد به ايش يا شباب؟ الاكسجين. الأكسجين. تمام، الهواء. لا نقول نتنفس الهواء، هل نحن نتنفس كل الغازات؟ لا، ماذا نتنفس؟ الأكسجين. اذا الهواء يقصد به هو الاكسجين. نقول عندنا في الكيمياء الحيويه عندنا اكسده الجلوكوز الهوائيه ولا هوائيه، يعني في وجود الاكسجين او لا في غياب الأكسجين. زي التخمير، يعني نخمر، عندنا التخمير بيكون في غياب الأكسجين، يدفن المواد تحت الأرض، يمنع منها الأكسجين تتخمر. تمام؟ طيب إذا كان هنا يا شباب حرقنا أي مادة من الهيدروكربونات تعطي 3 أشياء، خدها في بالك حتى ولو ما حافظ المعادلة. أي هيدروكربون مع الأكسجين يعطي ثاني أكسيد الكربون وماء وحرارة. معايا يا شباب؟ ثلاثة أيوة. نواتج. ثاني أكسيد الكربون يتصاعد، بخار الماء وحرارة. عشان كده دائما في المطبخ عندنا بيكون عندنا شو يعني مروحة شفاطة، لأنه دائما في ثاني أكسيد الكربون وفي بخار ماء، يكون رطب المطبخ ويكون كاتم هكذا. عشان كده لازم نحاول نشفط الهواء الطالع اللي هو عبارة عن ثاني أكسيد الكربون. حتى بعض الناس لما يقفلوا المطبخ ويجلسوا فيه فترة طويلة يشعروا بضيق النفس، لأنه نستهلك الأكسجين في الاحتراق، والاحتراق ده ينتج ثاني أكسيد الكربون. إذن عندنا مشكلتين، استهلاك الأكسجين وزيادة ثاني أكسيد الكربون وفي وجود الماء، ولما يكون في وجود الماء رطب يتركز. تمام؟ إذن التفاعل الأول احتراق. طيب الحين الإيثين أو الإيثيلين مشبع أم غير مشبع؟ غير مشبع. لا غير مشبع، غير يا مشبع. لينا لا أنا ما جاوبت دي. لا أيوة معلش، اللي جاوبت غير مشبع لأن الرابطة إيش يا بنتي؟ ثنائية. عنده رابطة ثنائية بين ذرتي الكربون. طيب إذا كان عندنا ثنائية ما مشبع، غير إيثين مشبع. إيثين بنتهي بياء نون المقطع. إيثين أو إيثيلين يا بنتي، ما إيثان اللي هو هذا اللي ندرس فيه. طيب المركبات غير المشبعة تتفاعل بالإضافة، تتفاعل بإيش يا شباب؟ بالإضافة. عندنا الإحلال وعندنا الإضافة. عندنا طبعا نوع من أنواع التفاعلات الاحتراق، أهو شفناه، تفاعلات الاحتراق. عندنا تفاعلات التفكك، عندنا مادة تتفكك إلى مواد أخرى، تكون مادة كبيرة تتفكك إلى مواد أخرى نسميها تفاعلات التفكك. عندنا تفاعلات التكوين، نجيب عنصرين نكون مادة. عندنا تفاعلات الإضافة، عندنا تفاعلات الإحلال، وعندنا تفاعلات الإحلال المزدوج، يتبادلوا نجيب مادتين يتبادلوا. تمام يا شباب؟ إذن الألكينات تتفاعل بشنو؟ بالإضافة، لأنها غير مشبعة. مشبعة. وهنا نذكر البنزين.
البنزين مشبع أم غير مشبع يا بناتي؟ غير مشبع. ممتاز ممتاز جدا جدا. في كم رابطة ثنائية؟ ثلاثة ثلاثة ثلاثة. وممتاز بظاهرة إيش؟ ظهر ترانين. الرنين، ريزونانس. ممتاز. انتبهوا معاي، هل يتفاعل بالإضافة أم بالإحلال؟ الإحلال لماذا؟ لثباته العالي الكيميائي بوجود ظاهرة الرنين. أيوة، إذا كان يقول لك بالرغم إنه البنزين غير مشبع، مش من غير مشبع، فيه ثلاثة روابط مزدوجة، إذا غير مشبع ثلاثة مرات نقول. تمام يا شباب؟ إذا بالرغم من إنه غير مشبع ولكنه يتفاعل بتفاعلات الإحلال الإزاحة. لماذا؟ لثباته الكيميائي العالي بالنسبة لظاهرة الرنين. وظاهرة الرنين عشان كده بيتبدلوا، يعني يجوا هنا، تمام يا شباب، ويتحولوا هنا ويتحولوا هنا. عشان كده بنعمل البنزين في شكل ايش يا شباب؟ الحركة دي الدائرية دي بنعملها في شكل دائرة. إذن البنزين يتفاعل بالإيش يا شباب؟ بالإزاحة أو الإحلال. أما المركبات غير المشبعة الأخرى تتفاعل بإيش يا شباب؟ تتفاعل بالإضافة. إضافة إضافة الحين نكسر الرابطة الثنائية ونضيف لها كلور، والإضافة هنا يا شباب تدريجيا. الإضافة يعني هنا هنا طبعا عندنا شباب Cl2، نضيف Cl في الأول وCl في التو، لأنه إحنا من نكسر الرابطة الثنائية بنحتاج لرابطتين، نحتاج لاثنين. إذا ده هنسميه شنو يا شباب؟ ده نسميه ثنائي كلوريد الإيثان. صار ما إيثين لأنه صار مشبع. وهنا طبعا زي البروم عندكم دي في الكتاب الصف الثالث، نبدأ بالهاليدات اللي هو الهالوجينات، اللي هي المجموعة السابعة. المجموعة السابعة اللي هي الفلور والكلور والبروم واليود، طبعا بالاضافه للاستاتين والرادون، لكن خلونا في الخمسه ديل اللي هو الفلور والكلور والبروم واليود. اربعه، فلور كلور بروم يود، نسميها الهالوجينات. و الايون منها نسميه هاليد، يعني عندنا كلورين كلورايد اللي هو كلورين صح، هيلايد، برومين برومايد، فلورين فلورايد، ايودين ايودايد. ديل كلهم نسميهم الهالوجينات، وعندكم فيها دراسه كثيره ان شاء الله لما ننتهي من الجزء. عندنا باقي لنا هنا ثلاثه دروس ان شاء الله نكملها ونمشي للكتابه الصف الثالث. طيب هنا اضافه الماء، لاحظوا يطلع لنا ايش يا شباب؟ تتذكروا لما جينا نحضره نزعنا الماء من الكحول، صح ولا خطا؟ ايوه صح. اذا ايوه الان يوم نضيف الماء للايثين يعطينا الكحول، وهذه طريقه لتحضير الكحول الاولي، تحضير الايثانول. ليه قلنا ايثانول؟ لانه عندنا ذرتين كربون، وكلمه اول كحول، كلمه اول معناتها ايش يا شباب؟ كحول. كحول. اذا الايثان نضيف له واو لام يبقى ايثانول، اللي هو ده الكحول الايثيلي اللي هو موجود في المواد المسكره، عافانا الله واياكم. طيب يا شباب، اذا نتذكر المعادله دي، نزعنا من الكحول، عندما انتزعنا الماء حضرنا ايش يا شباب؟ الايثين. وعندما اضفنا الماء الى الايثين حضرنا الكحول. هنا دي نسميها الهدرجه. ايش الهدرجه يا بناتي؟ اضافه الهيدروجين. تمام، هيدروجينيشن. عندنا هايدريشن وعندنا هيدروجينيشن. ما الفرق بين هيدروجينيشن وهايدريشن؟ ها، هيدروجينيشن اللي هي إضافة الهيدروجين، اللي هي الهدرجة. أيوه يلا هايدريشن، يلا نزع هيدروجين. لا، نزع الهيدروجين يبقى دي هيدروجينيشن يا بنتي. يلا الحجايبة هتاخد جايزة. هايدريشن إضافة الماء. أستاذ اللي هو ترطيب صح، بنضيف ماء زي حاجة كده، إضافة نعم الماء أو هيدراتية، إضافة الماء اللي هي هيدراتية، ترطيب ايوه قلب يرطب. ايوه الايون بتاع الايون الموجب اللي هو H3O بلس، مر عليكم ده ايوه الاحماض يا شباب.
ايوه اخذناه يا استاذ. ايش هذا اسمه؟ هيدرونيوم. تمام، هيدرونيوم. جيدة يا بنتي، ممتازة. هيدرونيوم لأنه جاي من الماء، عشان كده الماء يبقى نظيف بنسميه هايدريشن، ويوم ننزع الماء نسميه دي هايدريشن، النزع دي والإضافة هايدريشن. إذا addition of ما is a hydration. Removal of water is dehydration. إذا هنا شباب دي اسمها شنو؟ hydrogenation. ودي اسمها شنو؟ hydration. صح؟ ودي اسمها halogenation. اللي هي الهلجنة، تسموها بالعربي الهلجنة. إذا عندنا هلجنة، المثال الأول والثاني هلجنة، والمثال الثالث هي إيش يا شباب؟ اللي هي إضافة الماء اللي يسموها الإماهة بالعربي. والرابعة اللي هي هدرجة، إضافة الهيدروجين، وكلها تفاعلات إضافة. كلها تفاعلات إيش يا شباب؟ أستاذ نعم. الفرق مرة بسيط، هيدروجينيشن بنضيف الهيدروجين، أما هيدريشن الماء زي كذا. أيوه. طيب نزع دي هيدريشن، دي أيوة دي بالنزع، لا تضيف وترتيب، والهيدروجين تضيف عادية. البداية كلمة دي دي يس يس دي إي. ممتاز يا بناتي، كويس يا أستاذ، واضح. ممتاز ممتاز. إذا دي كلها إضافات، هلجنة، إماها، هدرجة. طيب إيش لون البروم؟ أحمر أو ممتاز. وإيش حالته في درجة حرارة الغرفة؟ حالته سائل. سائل، ممتاز. لينا صح، جبت انت يا لينا صح؟ أيوة ممتاز يا سائل. إذا الآن عندنا البروم في درجة حرارة الغرفة سائل ولونه إيش يا شباب؟ أحمر. أحمر. ممتاز، انتبهوا معاي. طيب الآن إحنا أضفنا البروم للإيثين ويتفاعل. الحين عندنا بروم في النواتج، عندنا بروم؟ أيوة أيوة لا، عندنا بروم ولا عندنا بروميد الإيثان؟ صح، بروميد الإيثان. بروميد. تمام. طيب لاحظوا الغاز، الغاز عديم اللون صح؟ أيوة إذا كان الآن فعلنا البروم، بداية التفاعل يكون اللون إيش يا شباب؟ أحمر. عديم اللون. لا، بداية التفاعل أحمر. أضفنا، أيوة أيوة ونهاية التفاعل عديم اللون. قديم عديم اللون. اللون. ده ممكن يكون كشف نوعي عن الألكينات. أستاذ ما كشف فهمتك كيف؟ تاني بس أستاذ لا يعني. أيوة أنا أشرحها لكم، بس انتظري يا بنتي. الآن إحنا عندنا في التحليل الكيفي والتحليل الحجمي. أخذت الكيفي أو النوعي أو الوصفي، صح؟ أخذته، ما أعرف ايوه أنتوا لسه ما أخذتوه ولا ما أخذتوه. طيب احنا التحليل اخذناه. الكيفي اللي هي نكشف عن المواد، نعرف إنه المادة موجودة ولا ما موجودة، نبحث عن الكيف، نبحث عن النوع، نوصف. الآن إذا كان جابوا لنا زجاجة وقال لك فيها إيثيلين واكشف لنا عنها، تأكد لنا إنه ده إيثيلين، أشيل عينة بسيطة وأضيف ليها البروم. البروم لونه أحمر، نقطة واحدة، أقطر نقطة. إذا كان النقطة اختفت، اللون الأحمر اختفى، معناته حصل تفاعل إضافة وكون لنا مادة جديدة ما لها علاقة بالمادة الأولى. إذا هنا في رابطة ثنائية، ورابطة ثنائية معناته، أو رابطة ثلاثية برضه. إذا اختفاء اللون الأحمر في التفاعل دليل على وجود ألكين غير مشبع، ويستخدم البروم في الكشف عن عدم التشبع، حيث تصبح على القناة لون البروم إيش يا شباب؟ الأحمر. يختفي ولا ما يختفي؟ يختفي يختفي. إذا يختفي. ممكن خلاص نقول ده ألكين، أو نقول غير مشبع. إحنا ممكن ما نعرف مشبع أو ألكين أو الكائن، بيكون شنو يا شباب؟ غير مشبع. تمام؟ معايا يا شباب ولا ما معايا؟ أستاذ إذا اختفاء اللون الأحمر يدل على وجود الكينات أو لا، حاجة غير مشبعة. مركب غير مركب غير مشبع، مشبع. صح؟ يعني ممكن يكون الكين أو الكائن. طيب الكينات تزيح لون البروم ولون ما البروم، ويستخدم هذا الكشف عن عدم التشبع. عندنا الايودين، اليود ايش لونه؟ لون اليود، تعرفوا اليود، صبغة ايوه اليود. بنفسجي. نعم، ممتازة يا لينا.
وكذلك اليود يستخدم في الكشف عن عدم التشبع، وعندنا عدد بنسميه عدد اليود، أيودين نمبر، يعني بنعرف التشبع درجة التشبع كم، لكن حنجي ندرسه إن شاء الله في كتاب الصف الثالث. طيب إذن النوع الثالث من التفاعلات الانتزاع، أو إيش يا شباب؟ الحذف. الحق ممتاز 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 ممتاز. الآن إحنا إيش نزعنا هنا؟ نزعنا ذرتين هيدروجين، صار عندنا اللي هو جزيء هيدروجين، والهيدروجين يا شباب بنلقاه دائما في الطبيعة في شكل جزيئي H2. معايا يا شباب؟ عندنا سبع غازات يا شباب بنلقاها في الطبيعة في شكل جزيئات، ما بنلقاها في شكل عنصري. إيش هي؟ الهيدروجين الكلور وحيدة. واليود، الهيدروجين والنيتروجين والكلور والبروم واليود أيوة واليود أيوة أيوة والفلور، أيوة صح، والفلور ولسه واليود واليود. ها وتاني، واحد اثنين والفلور، ثلاثة أيوة أربعة خمسة ستة. تبريديوم ها إيش؟ يلا عشان الأكسجين، في جائزة. الكبريت، الأكسجين الكبريتين، وتاني صحيح؟ الكبريت، ها؟ كبريت، لا كبريت غاز يا الأنوسوبتين، بنتي يا بنتي. الأنوسوبتين، هذه هذول هم يا شباب، احسبوهم، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، اكتبيهم في الدفتر أو اكتبهم في الدفتر. مين دخل معانا الآن يا شباب؟ في طالب دخل معانا الآن أنا ما شايفه. من معنا؟ طيب يا شباب، إذن ديل أستاذ يقول السبعة، راح نقول شنو؟ ديل السبعة هذول في الطبيعة موجودات في شكل جزيئات، لأنه نشطة، غازات نشطة. تمام؟ معايا يا شباب ولا ما معاي؟ تمام، أيوة أستاذ، طيب عندنا معاك. غازات بنلقاها في الطبيعة في شكل عنصري، نلقاها يعني ذرة واحدة وهي غازات، إيش هي؟ هيليوم، الهيليوم. لكن ما تقول لي الهيليوم بس، هي مجموعة من الغازات. هيليوم، نيون، أرغون، إيش هيليوم، اسمها؟ اللي هي آخر الغازات. حق الصفر، غازات نوبل غاسس. Yes, noble gases. What do you mean by noble gases in Arabic? I don't know. You don't know. النوبل يا بنتي النبيل. نوبل معناته نبيل، وليه سموه نبيل؟ لانه النبلاء طبعا ما بيشتغلوا، بيشغلوا الناس الشغيله زينا كده، النبلاء في بريطانيا وكده زمانك العهد الاقطاعي. والنبيل دايما خمول، دي الغازات الخام اللي اسمها يا بنتي، اسمها انرت الان جاز، رياكتيف، انر يس الان رياكتيف، اي اسمها انرت بالانجليزي انرت، اسمها انرت. هي صح، هي ما رياكتيف اللي هي، لكن شنو ديل يا شباب استاذ، كتبتوهم ديل ولا ما كتبناهم؟ ايوه استاذ، كتبتهم الغازات النبيله مش دي المجموعه الثامنه تقريبا؟ ممتاز ايوه ممتاز يا لينا. ايش هم؟ الهيليوم، النيون، الارجون، الكريبتون، الزونون، ديل كلهم نلقاهم في والرابع، الطبيعه، نلقاهم في الطبيعه يا شباب في شكل عنصري. يعني الهيليوم في الطبيعه غاز، لكن بيكون ايش؟ اتش اي، ما اتش اي 2. تمام؟ النيون ان اي صح، ارجون ار اي، زينون زد اي، كريبتون كي ار، ديل بنلقاهم في الطبيعه، نيجي ندرسهم ان شاء الله يا بنتي اذا كان صبرتوا علينا كلهم، حندرسهم ان شاء الله وتكون سهله ان شاء الله الامور. طيب اذا ديل يا شباب مداخله، نتذكرهم ونكتبهم، وعين خلي عندك دفتر ملاحظات، دفتر الملاحظات اكتب فيه اي شيء، والمحاضرة أو الحصة خليها مرتبة عشان بعدين ما تتلخبط عليك تقول ده اللي جابه هو شنو. تكتب ملاحظة معلومة بالطرف، ودي خليها أساسية، الأساسية خليها بلون، والمعلومة بالطرف خليها في صفحة. يلا نزع الهيدروجين. نزعنا الهيدروجين، هنا في شيء ناقص يا شباب. رابطة ثلاثية، ممتاز ممتاز يا لينا، شاطرة يا بنتي ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحفظك. هنا يا شباب صارت إيش؟ رابطة. إيش يا شباب؟ وهذا المركب مشبع أم غير مشبع؟
غير مشبع. غير ليش مشبع. اسمه؟ الكاين. الايثاين. ايوه اسم الالكاين، الايثاين. هو نوعه الكاين يا بنتي. لما اقول لك ايش اسمه تقول لي ايثاين، اقول لك نوعه ايش تقول لي الكاين. في فرق بين النوع، انت ماشي سودانيه اسمك ايش؟ اروى. فهمت علي؟ يعني لانه كان قلنا سودانيين، كلنا سودانيين، اروى والاء ولين وعبد الحميد دول كلنا سودانيين، لكن ايش اسمه؟ ايثاين، اول اسيتيلين. اذا دي طريقه لتحضير ايش يا شباب؟ تحضير الالكاين من الالكين بنزع الهيدروجين، ونسميها دي هيدروجينيشن. نسميها ايش يا شباب؟ dehydrogenation. ونحتاج الى فلز انتقالي، عنصر انتقالي كعامل مساعد، اللي هو هنا ايش يا شباب؟ الكوبر، النحاس. النحاس عامل مساعد عشان بيمتز الهيدروجين. تعرفوا الامتزاز؟ عندنا الامتصاص وعندنا الامتزاز. يلا فرقوا لي بين الامتصاص والامتزاز. الامتصاص هو دخول المادة داخل الجزيئات، يعني نقول امتصاص. امتزاز على سطح المادة زي الفحم. فحم بعض الناس تلقى في الثلاجة خاتين فحمة، تفتكروا ليش؟ عشان تمتص الغازات اللي في الثلاجة وكذا. تمتزها عشان تشيل الروائح. الوالدة رحمها الله كانت تضع الفحم في الثلاجة، وأنا جاي أطلع أقول الوسخ إيش؟ وهي لا قرأت كيمياء ولا أي شيء، وأنا عامل فيها بقرة كيمياء وعامل بقرة في الجامعة، أجي أشيل الفحم أطلع أقول أخذت الفحم في الثلاجة مين؟ وهي قاصدة خدته في الثلاجة، سبحان الله. تقول لي يا ولدي تاني ما تطلع الفحم ده، الفحم ده يشيل لنا الرائحة السيئة في الثلاجة، اللحمة وغيره، والثلاجة تكون ظريفة. طيب إذن الفحم واحد من العوامل الممتزة، وكذلك العناصر الانتقالية. العناصر الانتقالية في الجدول الدوري، الجدول الدوري درستوه أكيد صح؟ ايوه طيب، وحنراجع إن شاء الله. طيب عندنا قاعدة هنا اللي هي معلش ممكن تعيد الامتزاز، تعريف الامتزاز. الامتزاز هو الامتصاص على سطح المادة الممتزة. عندنا مادة ممتزة ومادة ممتزة. واحد يعني واحد ممتزة اللي هي دي يحصل عليها الامتزاز، وممتزة اللي هي الثانية فاعل تمتز. طيب المادة اللي بتمتص اللي بتمتز بيكون على سطحها، يعني إذا كان يحصل مثلا زي النحاس، النحاس الآن ما يمتص الهيدروجين للداخل، داخل النحاس، على سطح النحاس. إذا كان دخل إلى داخل الطبقات الدنيا في النحاس نسميه امتصاص، أما إلى السطح نسميه امتزاز، absorption وabsorption. معايا يا بناتي؟ طيب القاعدة دي مرت عليكم، عند إضافة متفاعل اللي هي هناك في الإضافة، تفاعلات الإضافة، ما نتكلم على تفاعلات الانتزاع، بنتكلم على الإضافة. ماركينوكوف اللي هو ده روسي، عند إضافة متفاعل يحتوي على الهيدروجين لألكين غير متماثل. إيش يعني غير متماثل؟ إيش من غير متماثل؟ هذا يعني الآن هل الجزء اليمين منه ما بيشبه الجزء اليسار؟ يعني هذا طيب. طيب الإيثيلين أو الإيثين متماثل ولا غير متماثل؟ متماثل. 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 التماثل، التماثل اللي هي اللي هو زي عندكم في الأحياء اللي يدرسوا أحياء، تمام يا شباب؟ أن نسميها bilateral symmetry. إذا كان قسمتها المادة على اثنين، في بعض الحيوانات تقسم على اثنين تدينا جزئين متشابهات، نسميها عندها تماثل جانبي، نسميه bilateral symmetry. التماثل هو السيمتري، يعني الاثنين متشابهات إذا كان قسمناها في النص. التماثل الجانبي نسميه bilateral symmetry. طيب إذا كان غير متماثل، فإن الهيدروجين يضاف إلى ذرة الهيدروجين أيهما؟ أن عندها ذرات هيدروجين أكثر، مع الزحمة رحمة، تذكروا الزحمة فيها الرحمة. يقوم يشوف الهيدروجين أخوانه الكتار وين يمشي عليهم، يقول ما دام هم كتار كده إذا الحتة دي أفضل، المكان ده أفضل لي يمشي لي، ما يمشي للأخوان القليلين. مع الجماعة هو الهيدروجين مع مين يا شباب؟ مع الجماعة.
مع ذرة الكربون اللي بترتبط بأكبر عدد من ذرات الهيدروجين. يعني حتى العناصر تمشي مع الجماعة، ما بتحب الفرقة، ما يمشوا النفرين ثلاثة. بينما يضاف الشق السالب، طبعا يا شباب إن إضافة الهيدروجين، طبعا إذا كان ضفنا هيدروجين هو زي بعض، لكن إذا كان مثلا HCl، عندنا مثلا HCl يا شباب، إيش HCl يا بنتي؟ حمض الهيدروكلوريك هيدروكلوريك أسيد. طبعا إذا كان مررناه في الماء يبقى حمض، لكن هو غاز، هو غاز كلوريد الهيدروجين، وإذا كان ذوبناه في الماء يبقى هيدروكلوريك أسيد. فهمتوا علي؟ هو غاز، تمام. ونشوفه في الكشف الكيفي، عندما يتصاعد HCl نمرر عليه، يتفاعل مع شنو؟ مع الأمونيوم في المجموعة اللي بنكشف عليها بالكلوريد، تتفاعل لنا HCl، تمام، اللي هي الهاليدات، ما أعرف ما خط يمكن تكون. بينما يضاف هنا عندنا شقين يا شباب، هيكون عندنا شق موجب اللي هو الهيدروجين، وشق سالب اللي هو ايش يا شباب؟ الكلوريد. الهيدروجين هيمشي مع الهيدروجين، والكلوريد يمشي مع ذرة الكربون الثانية. طبعا احنا عندنا بس الذرتين اللي فينا الرابطة الثنائية او الثلاثية. طيب هنا لاحظوا، هنا لاحظوا متماثل ولا غير متماثل؟ غير متماثل. ايهما اكثر ذرات هيدروجين؟ هنا طبعا، بس هنا يا شباب خلوا بالكم، هنا مع الرابطة الثنائية انسوا المشبعة، المشبعة ما حيحصل فيها اضافة، صح ولا خطأ؟ ايوه المشبعة ما حيحصل فيها إضافة، هنا دي ما مشبعة، حضيف لها شيء؟ ما حضيف شيء. الإضافة حتكون في الرابطة الثنائية هنا. طيب عندنا هنا ذرة كربون فيها كم ذرة هيدروجين؟ اثنين وهنا؟ واحد أيهما أكثر؟ الاثنين أم الواحد؟ سي اتش 2 أكيد. أكيد، تمام، إذا الهيدروجين يمشي لأخوانه، والكلوريد يمشي للثانية. ويعطينا يا شباب، لاحظوا هنا هيكون ده شنو ده؟ اللي هو 2 كلوريد البروبان، هي الكلوريد هنا في ذرة الكربون رقم 2. مفهوم يا شباب؟ طيب أهم استخدامات الإيثين، يستخدم على نطاق واسع في الصناعة، في البلمرة، الأكسدة، الهلجنة، كلنا أخذناها. كما يستخدم كهرمون في الزراعة لإنضاج الفاكهة، تمام يا شباب؟ يا أستاذ، و CH3 في النهاية دي ما لنا علاقة بها، إحنا بنمسك الرابطة الثنائية صح؟ فقط لأن الإضافة تكون في أنا الرابطة مشبعة. الغير مشبعة، لأن هنا خلاص مشبعة يا بنتي. لاحظي هنا يا بنتي، في الطرف عندك الكربون، أشرح لك هنا يا بنتي، الكربون ثلاثة، عنده ثلاثة روابط، وعنده مع أخوه الثاني الكربون الثاني، هل هو مشبع ولا ما مشبع؟ كربون الحين مشبع ولا غير مشبع يا لينا؟ غير مشبع. هنا لا، هذا مشبع. مشبع. مشبع، إذا ما حنضيف فيه الإضافة هنا، الإضافة هنا، لأنه الكربون ده محتاج إلى ذرة، محتاج إلى رابطة أخرى، وده محتاج إلى رابطة. طيب نجيبه من وين؟ من الهيدروجين والكلورين. الهيدروجين هيمشي يرتبط بذرة الكربون الأكثر ذرات هيدروجين، والكلوريد يرتبط بذرة الكربون الأخرى، صح يا شباب؟ ايوه يلا ايوه إذا خلاص، هنا عندنا التمرين يا شباب، طبعا التمارين دي المفروض نحلها، تمام. طيب التمرين هنا بقول ايش؟ مركبان من الهيدروكربونات صيغتهما الجزيئية C3H6 احدهما يزيح لون البروم والآخر لا يزيحه. يلا، عايز بيت شاطر او ولد شاطر؟ واحد يزيح والثاني لا يزيح. طبعا ايوه هاجينا في التناقض يا شباب، لكن الان ننشط مخنا. هذه سي اليزيح، هو ايش حيكون؟ مشبع ولا غير مشبع؟ غير مشبع. ممتاز. والما بيزيح؟ مشبع، يكون مشبع. طيب اذا الصيغه دي تمثل لنا مركبين، التفكير حيكون بتاعنا كده، حيقول لي يا اما واحد مشبع والثاني غير مشبع، مشبع، والصيغة واحدة. طيب إيش المركب اللي بيتمثل هذه الصيغة الجزيئية؟ إدينا مركبين أحدهما مشبع ولا يزيح لون البروم، والآخر غير مشبع ويزيح لون البروم. ناخذ الغير مشبع، عارفين إنه أخذناه اليوم.
ايوه اللي هو الايثيلين، الايثين. آه غلط يا بنتي، بروبين بروبان بروبان بروبين بروبين حناخد ايوه ايثيلين البروبين، الصيغه الجزيئيه. البروبين. تمام. طيب المشبع، يلا واحد شاطرة، واحد شاطر. بروبان في واحد بروبان معانا تاني حلقي انا ما اعرفه مين. بروبان ايوه صح صح، بروبان حلقي ايوه بروبان البروبان الحلقي، ممتاز. ارسم الصيغة البنائية لكل منهما واسمهما. ده اول مركب حلقي، لانه قلنا الحلقة لابد يكون عندنا كم ذرة كربون؟ ثلاثة ثلاثة. ما حنقدر نقفل الحلقة الا يكون عندنا مثلث. إذن الكينات والألكاينات تبدأ بذرتين كربون، والحلقية تبدأ بكم ذرة كربون؟ ثلاثة ثلاث. أكمل المعادلات هذه يا شباب، إيش هلجنة، وهنا تكون فقط أنا ما حأكملها، لكن اتذكروا الإضافة هنا هدرجة، والإضافة بين الاثنين، وهنا إيش، هنا تكون مختلفة يا شباب، هنا الإضافة فقط. لاحظوا هنا لا تفرق، لأنه ذرات الهيدروجين هنا وهنا مشنو متشابهة، واحد واحد لأنه ده متماثل، ده متماثل. مستعينا بالمعادلات الكيميائية وضح كيف يمكنك التمييز نوعيا بين البروبين والبروبان، اللي هو يا شباب ايش؟ البروبين غير البروم مشبع او بالبروم. اذكر استخداما للايثين في حياتك اليومية. ها، اللي هو زي انضاج الفاكهة. طيب يا شباب انا مخطط ادرسكم الالكاينات برضو، معلش اذا كان تصبر علي، لانه عشان باقي لنا تاني درسين عشان ننتهي من كتاب الصف الثاني يوم الثلاثاء ان شاء الله. تمام. كمل يا استاذ تمام. سليمان طيب سلسلة الالكاينات، او يا لاحظوا استاذ عندنا لها معلش اسم. في الصفحة اللي قبلها حقت قلت البروبين والبروبان نعم. يعني هي جاية من البروم صح؟ لا، بروبين وبروبان هي الكين والكان، ونستخدم معاها البروم، مش لا ما جاي من البروم. لا في ده اللي قبلها قال لك مركبات مركبان من الهيدروكربونات وكذا أول سؤال هذا الأول. أيوة لا، ده هيدروكربونات. ما الحين عندنا المركب ده يتكون من ايش؟ كربون وهيدروجين فقط، صح ولا خطأ؟ أيوة إذا هو هيدروكربون، لكن بنكشف عنه بالبروم. دارين نعرف ان دانا مركبين، قال لنا الاثنين سي اتش 3، سي 3 اتش صح 6. عشان صح حين لأنه اعطاني ثلاثة زجاجتين، زجاج الاثنين، قال لي زجاجتين دي الصيغه الجزيئيه بتاعتهم سي اتش 3 اتش 6، واحد مشبع واحد غير مشبع. وريني المشبع عياته فيهم يا بنتي، هتعمل قلت تجربه عشان بالبروم، ايوه صح تاخذي قليل من الزجاجه الاولى وتضيفي نقطه من البروم، اختفت معناته ايش يا شباب؟ بروبين. واشيل الزجاجه الاخرى واضيف لها نقطه من البروم، ما حتختفي، اذا مشبع، والصيغه نفسها. اذا ايش يا شباب؟ اذا مشبع حلقي. ما عندنا الصيغه دي في الالكانات الاليفاتيه المفتوحه السلاسل، لانه دي صيغه الالكينات سي ان اتش 2 ان. الصيغه دي مش سي ان اتش 2 ان. ضربنا ايوه الثلاثه في كم عشان تدينا الهيدروجين؟ ضربناها في اثنين. اثنين اذا دي صيغه الالكينات، وكذلك هي صيغة الألكانات الحلقية. يعني عندنا صيغة الألكينات هي نفسها صيغة الألكانات الحلقية، صح؟ اوكي يعني بنستخدم نفس الصيغة الجزيئية ونشوف مركبان أي تمام، نشوف مركبين. طيب يا شباب نمشي للألكينات. لاحظوا عندنا البرافينات، ها، الأوليفينات، الأسيتيلينات. أحفظ الأسماء التجارية. طيب الرابطة ايش هنا يا شباب؟ ثلاثية لا، ونبدأ ثلاثية بكم ذرة كربون؟ ثلاثة ثلاثة آه ذرات اثنين يا أستاذ ثلاثة. ايش ثلاثة؟ اذا كان حلقي معايا، الله يحفظكم يا بناتي، ركزوا واكتب وذاكر، ذاكر ذاكر ذاكر، في الحافلة في اي مكان انت ذاكر، عشان تجيب درجة متميزة وتدخل الكلية اللي عايزها. دي سنة مصيرية بتحدد ملامح حياتك كلها. طيب الصيغة العامة، بدينا صيغة الألكانات، إيش صيغة الألكانات؟ لينا الصيغة العامة للألكانات. CnH2n plus 2 ممتاز. أروى الصيغة العامة للألكينات. CnH2n ممتاز CnH2n ممتاز. آلاء الصيغة العامة للألكينات. CN
اذا هنا التو. التو دي خطا. ايوه اي ممتاز يا بنتي، انا ما مسحتها، قلت حد ما اشوف. سي ان اتش 2 ان ماينس ناقص 2. ماينس 2، بدينا بلس 2 وانتهينا بماينس 2، هكذا النهايات دائما تكون سلبيه الا من رحم ربي، ان شاء الله نهاياتنا تكون كويسه. بدينا بالموجب وانتهينا بالسالب، معانا يا شباب، وفي النص ما عندنا اثنين، اللي هي الالكينات ما في اثنين، تتذكر الكلام ده ويجيك في الاختبار. الامتحان السنه اللي فاتت جاب لكم صيغه الالكانات والالكينات. طيب ينتهي اسمها بايش؟ اي، تمام يا شباب. واول الايثاين او الاسيتيلين، ولاحظوا هنا عندنا شيء مفقود يا شباب، اللي هو ايش؟ الرابطه الثلاثيه. رابطه ثلاثيه، الرابطه الثلاثيه ما يقدر يرسمها معايا يا شباب. اذا عندنا دي الصيغه الجزيئيه ودي الصيغه البنائيه. ايثاين، لاحظ نبدا بذرتين كربون، 2 في 2 ب 4 ناقص 2 حيصير 2، حيبقى C2H2. بروباين 6 طرح 2 4، هذا هو البروباين. لاحظ ذره الكربون في الوسط ما فيها هيدروجينات، لانه هنا عندها رابطه مع ذره الكربون الاولى دي، وعندها ثلاثه روابط مع ذره الكربون على اليسار، اذا تشبعت بالروابط. طيب عندنا من البيوتاين، حيكون عندنا بيوتاين واحد وبيوتاين اثنين، ده متماثل وده غير متماثل. ممكن يقول لك الصيغه دي تمثل مركبين، احدهما متماثل والاخر غير متماثل. ارسم الصيغه البنائيه، فهمتوا عليها يا شباب؟ هنا اكتب سؤال، CH4H6 تمثل مركبين، احدهما متماثل والاخر غير متماثل. بيوتاين 1 غير متماثل، وبيوتاين 2 متماثل، صح يا بنات ولا نعم؟ كيف نعرف متماثل وغير متماثل؟ هذا انظري الى الصيغه البنائيه يا بنتي. الحين ممكن تقسميه هنا ولا ممكن تقسميه؟ اوكي، من مكان الرابطه بنشوف اذا الجهتين نفس الحاجه. ايوه، نصفين نصفين متشابهين تماثل. اوكي، الاولى غير متماثله الثانيه متماثله. ايوه، نسميها سيمتري بالانجليزي، سيمتري. طيب تدريب، هات الصيغة الجزئية والصيغة البنائية لكل من بنتاين واحد وبنتاين اثنين، هكساين واحد وهكساين ثلاثة، تمام؟ دي نرتبها ونشوفها، ممكن ترسلوها لي في الواتساب، ده حلوه رسلوا لي في الواتساب. إذا كان حليتوا التمارين ورسلتوها في الواتساب برضو في الكتاب، مهم يا شباب، هذه التمارين الموجودة في الكتاب تلقاها نفسها في امتحان الشهادة السودانية. أنا ما بمنعكم تذاكر المذكرات ممتاز وأوراق العمل والمجموعات، لكن جود الكتاب الوزارة بداية، ابتداء جود كتاب الوزارة، جوده تماما، تجوده تماما، وبعد كده امشي فتش على ايش؟ على الأشياء الأخرى. معايا يا شباب؟ طيب التحضير، تحضير تحضير هنا لاحظوا عندنا، عندنا ده يسموه ايش؟ CA C2. سي اي رمز ايش يا بنتي؟ كالسيوم. كالسيوم، ها، ومعاه كربون، يبقى ايش اسمه؟ كربيد الكالسيوم. تمام، الكربون عادة، الكربون عادة يتفاعل تفاعلات تساهمية فقط، يعني مركباته تساهمية، لكن مع الفلزات النشطة يسلك سلوك اللا فلزات مع الفلزات. مثلا الآن الصوديوم مع الكلور يعطينا ايش؟ كلوريد الصوديوم. تمام تمام. طيب عندنا مثلا عندنا اكسيد كلوريد بروميد، ديل ايش يا شباب؟ ديل ايونات اللا فلزات السالبه، دائما تنتهي بايد، صح يا شباب؟ طيب الكربون نفسه هنا حيكون شنو؟ ايون سالب، لكن لازم يكون الفلز نشط جدا جدا، لازم الفلز يكون شنو يا شباب؟ نشط. زي ايش؟ زي الكالسيوم، كاربيد الكالسيوم، قال يحضر بتنقيط الماء على كربيد الكالسيوم، يخلط الكربيد بالرمل للحصول على التفاعل ايش؟ هذه. لاحظوا هنا يا شباب، عندنا هنا شيء ناقص يا بنتي، ايش هو؟ الرابطه الثلاثيه، الرابطه الثلاثيه. لاحظوا هنا الكربيد شلنا من الماء، الماء هو ما كده يا شباب، الماء عباره عن شكله كده هيدروكسيد، وايش يا شباب؟ هيدروجين. هيدروجين، لانه الماء
يكون متعادل فيه الحمضية وفيه القاعدية ومتساوية. الماء متعادل حمضيا، صح ولا خطأ؟ أخذت صح، الأحماض ولا ما أخذت الأحماض؟ ايوه خدناه. طيب الماء هل يعتبر حامض ولا قاعدة؟ متعادل. أيوة، لا هذا ولا ذاك، لأنه فيه الحمضية والقاعدية مع بعض، لأنه الهيدروجين، أيونات الهيدروجين هي تمثل الحمضية، وأيونات الهيدروكسيد تمثل القاعدية، هما متساويين. إذا البي اتش بتاعته كم الماء؟ كم البي اتش للماء؟ 7، سبعة. لأنه أكبر من 7 نيوترال، نيوترال صح؟ نيوترال. أيوه نيوترال. طيب هنا هنشيلها اي او اتش، هننزع الاو اتش. نحن محتاجين لكم هيدروجين عشان نكون الايثاين، محتاجين لاثنين، عشان كده عندنا جزيئين ماء، كل جزيء يعطي ذره هيدروجين. والكالسيوم اصلا محتاجه لاثنين هيدروكسيد لانها تكافؤها ثنائي، يبقى سي اي او اتش غوص، نضرب الاو اتش في اثنين، لانه الكالسيوم ثنائي والهيدروكسيد احادي. مجموعه الهيدروكسيد يا شباب، يا من تلقى المجموعه هذه هكذا اسمها مجموعه الهيدروكسيد، صح ولا خطا؟ صح. طيب ونفسها اذا كان لقيناها كده بدون سالب وعملنا عليها خط هنا، ايش اسمها؟ هيدروكسيل. هيدروكسيل، يعني لا تحمل شحنه، فري راديكال. إذا كان لا تحمل شحنة، هي نفسها إذا كان لا تحمل شحنة تعطينا الكحولات اللي هي هيدروكسيل، الأحماض سوري الكحولات الهيدروكسيلية اللي هي فيها أو اتش، تمام، اللي هي مجموعة الكحولات في مشتقات الهيدروكربونات الحاقودة في كتاب الصف الثالث. لكن هذه من تكون عليها سالب يبقى إيش يا شباب؟ يبقى هيدروكسيل. لاحظ عندنا سالب، أيون سالب ينتهي بإيد أو ينتهي بآيت أو آت، كربونات، كبريتيت، كربونات، بايكربونات، فوسفات، لأنها الأيون أو المجموعة الأيونية سالبة. السالب يدل عليه آت، إيت، آيد، إيد، كلوريد، بروميد، هيدروكسيد. إذا هنا يحضر من كربيد الكالسيوم في وجود الماء، ننقض الماء، وإذا بيحصل تفاعل بين الكالسيوم يعطينا هيدروكسيد الكالسيوم، وهيدروكسيد الكالسيوم الاسم التجاري اسمه الجير الحي، سوري اسمه ماء الجير، اسمه ماء الجير. عندنا الجير الحي أكسيد الكالسيوم، عندنا حجر الجيري كربونات الكالسيوم، عندنا ماء الجير اللي هو هيدروكسيد الكالسيوم. عندنا 3 أشياء في الكالسيوم عندها أسماء تجارية: جير الحي الأكسيد، الجير الحجر الجيري كربونات، والجير المطفي او اللي هو يسميه ايش؟ هيدروكسيد. طيب خواصه الفيزيائيه: غاز عديم اللون، عديم الرائحه، عندما يكون نقيا لكن التجاري راحته كرائحه الايثر لوجود ايش يا شباب؟ لوجود ايش؟ شوائب. يذوب في المذيبات العضويه بشده، وقليل الذوبان في الماء. نقطه غليانه هتكون بسالب ولا بالموجب؟ سالب. لانه هو غاز. ونقطه الانصهار هتكون شنو، سالب ولا موجب؟ سالب. ايهما اعلى الحين، هذا ولا هذا؟ الانصهار. الغليان. الغليان الانصهار على لانه بالسالب، صح؟ ايوه ايوه معانا واحد رابع، مين معانا في المجموعة؟ أما أسمع، ما ظهر عندي. سامي. سامي يا مر، مرحبا بك يا سامي، أنت والله مواظب، الله يحفظكم. غير مستقر عندما يكون في الحالة النقية، لذلك يرحل في شكل شنو؟ سائل. يرحل في شكل إيش يا شباب؟ يرحل في شكل، يعني ننقله في شكل سائل. الخواص الكيميائية: لاحظوا الاحتراق، وإحنا اتفقنا في الاحتراق يا شباب، في الاحتراق انه الاكسجين بيعطي ايش يا شباب؟ يعطي ثاني اكسيد الكربون وماء وحراره، خلاص كلهم الهيدروكربونات، ما نحتاج ثاني. متابع معانا يا سامي؟ ايوه. واضح الشرح ولا عندكم اسئله؟ واضح. طيب يحترق بلهب مضيء مكونا غاز ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء، تنطلق طاقه حراريه هائله، واللي هو يا شباب الاسيتيلين بنستخدمه في
المنطقه الصناعيه، شوفوا الغاز اللهب الازرق تشوفوه يشتغلوا به الناس في المنطقه الصناعيه، اللي يمشي المنطقه الصناعيه مين يعطي لهبا تصل حرارته الى كم؟ 3000. ويسمى لهب الاوكسي اسيتيلين، ويستخدم في لحام المعادن. هذا استخدام للايثين الايثاين الاسيتيلين. طيب عندنا الهيدروجين، نحول الحين يا شباب الى شنو؟ الى ايثين صح، وممكن كمان يتحول الى ايثان ثاني نضيف هنا، يعني هنا دي اضافه جديده صح، لاحظتوا؟ اذا كان عملنا اضافتين، الاضافه الاولى تحول من ايثاين الى ايثين، والاضافه الثانيه تحول من ايثين الى ايثان. اضافه الهالوجينات تمام يا شباب، الهالوجينات مرموز لها بإكس، إكس 2 اللي هو Cl2 F F F F2 Br2 I2 تمام، والإضافة معروفة اللي هي طبعا إضافة أولى حولته إلى هاليد الهاليد إيش يا شباب، هاليد الإيثين، وهنا يبدأ هاليد الإيثان، يعني تحول إلى إيثين وهنا تحول إلى إيثان. طيب هنا نطبق القاعدة، قاعدة من الذي إذا كان عندنا اثنين مختلفات ونشوفه متماثل ولا غير متماثل، الحين متماثل ولا غير متماثل؟ إيش القاعدة؟ قاعدة من؟ ماركينيكوف اللي هو الروسي. لاحظوا هنا يا شباب، هل هو متماثل ولا غير متماثل يا سامي؟ متماثل ممتاز. إذا كان متماثل القاعدة هنا ما فرقت، لكن إذا كان غير متماثل لأنه الإضافة بتكون اليوم الاثنين زي بعض. طيب هنا بنكون التمرين، صنف الهيدروكربونات التالية إلى ألكان ألكين ألكاين. أقول الاسم، نبدأ بلينا C4H8، هل هو ألكان ولا ألكين ولا ألكاين؟ ألكين. ممتاز، وايش اسمه يا بنتي؟ بيوتين تمام. طبعا البيوتين ممكن يكون عندنا بيوتين واحد وبيوتين اثنين، يمكن يقول لك ايوه. هذه ايش يا اروى؟ ايوه استاذ. هل هو الكان ام الكين ام الكاين؟ هذه الصيغه الثانيه الكين. هذا C4H10 الكان CnH2n+2. أيوة. ممتاز. طيب سامي، بيوتان حيكون الكاين لأنه 10 طرحي 2 صح؟ 2 ايش اسمه يا ابني؟ بيوتاين. لا خمسة بنتاين، وبنتاين ممكن يكون بنتاين. واحد أو يكون 2. طيب آلاء، ايش هذا يا آلاء؟ الكان ممتاز، لانه 2m بلس 2 صح ولا خطا؟ ايوه. ايش اسمه يا لا؟ هكسان. ممتاز. اذكر استخداما للاسيتين في الاسيتيلين طبعا في الصناعه طبعا للحام صح؟ اكمل المعادلات، هذه هلجنه، هذه هدرجه، هذه ايش يا شباب؟ اضافه HCl، ونطبق القاعده بتاعت ايش؟ قاعده من؟ ماركينيكوف. كده يا شباب بيكون انتهينا من الدرس الرابع، وتلقوا انا حارفعه لكم في اليوتيوب ان شاء الله، الناس اللي ما حضروا ممكن ترسلوا لهم الرابط يحضروا في اليوتيوب. اذكركم يا شباب التمارين بسيطه جدا، لكن اهميتها ايش؟ بعد المحاضره مباشره ادخل على الرابط وحلها، بترسخ لك المعلومه، ممكن تحلها اكثر من مره، ممكن ترجع لها اكثر من مره، يعني ابدا ما حتكون عندك مشكله اذا كنت بتراجع كل مره التمارين، وممكن تصل لدرجه الاتقان التام، وتكرار يعلم الشطار، كل ما تكرر تقرر استقر وما يطلع عليكم خالص يا شباب. معايا يا شباب؟ ايوه ان شاء الله. عندكم اسئله؟ نتلاقى يوم الثلاثاء الساعه 11:30 يا شباب، انا 11:30 نفس الرابط في بتاع زوم ده هو نفسه ما بيتغير، انت احفظ عندك في الموبايل ولا في الكمبيوتر وحل التمارين ورسلوا الرابط لاكبر عدد من الطلاب. المحاضرات يا شباب محاضرات مساهمه لوجه الله سبحانه وتعالى،
وعايزين ننشط الطلاب وتعمل دراسة منهجية ندرس الكيمياء كلها. يعني إن شاء الله أنا هتفرغ شوية بعد انتهي من الجامعة، الأيام دي بكون فاضي شوية، عندنا إجازة أسبوعين، بجهز لكم تمارين كثيرة وبجهز لكم محاضرات كثيرة، ولكن هنلتزم ب3 أيام عشان ما نأثر على المواد الأخرى. يعني في مواد أخرى للمذاكرة وكذا. أتمنى إنكم تكونوا استفدتوا من الحصة، وممكن تراجعوها في اليوتيوب، وممكن تحلوا التمرين وشاركوا الرابط مع أكبر عدد من الطلاب، خاصة الناس يا شباب، في ناس كثيرين ما يقدروا يدفعوا الفلوس للحصص يا شباب، معروف. إحنا ما عايزين الناس يمنعهم من التعليم عدم وجود المال، خاصة في الكيمياء. إن شاء الله أنا معاكم لنهاية الامتحانات إن شاء الله سبحانه وتعالى، بس عايز منكم حاجة واحدة تدعو لي سبحانه وتعالى أن يتجاوز عني وعنكم. تمام يا إن شاء شباب؟ الله. تمام، شكرا يا أستاذ، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.